السادة مشاهدينا الأعزاء، ننتقل الآن مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لأساتذة جامعة الخرطوم، من ثم نعود لنواصل صباح الشروق. أحييكم جميعا، أنا فدوى عبد الرحمن علي طه مديرة جامعة الخرطوم، ونريد التحدث عن ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي. فجامعة الخرطوم استشعارا منها لواجبها ولمسؤولياتها وبحكم دورها التاريخي، تود أن تقوم وعبر ملتقاها للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي بإطلاق عملية تشاورية واسعة، بدءا بقوى الحرية والتغيير في فضائها الواسع من قوى شبابية وأحزاب سياسية وقوات نظامية وقوى الكفاح المسلح والسلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني والمجتمع المدني العريض، وذلك من أجل ضمان نجاح الفترة الانتقالية والتوافق على أولويات واضحة تلهم الجماهير وتستثير خيالها وتحشد الطاقات لوضع الشعار العظيم الحصة وطن موضع التنفيذ. لا نريده أن يكون شعاراً خاوياً، نريده أن يكون أمراً حقيقياً. وقد نتساءل لماذا هذا التوقيت لهذا الملتقى؟ الإجابة هي أن أكثر من عام من نجاح ثورة ديسمبر المجيدة مضى، ومعاناة أهل السودان تراوح مكانها، النازحين، اللاجئين، المشردين، فقراء المدن والريف، زاد الأمر واستفحل عليهم وهم ينتظرون بنفوس ملؤها الأمل والترقب البدء في الخطوات اللازمة لاستعادة حياتهم ووطنهم المختطف، وهم يستشعرون المثقلة التي خلفها نظام الإنقاذ البائس التعيس. وقد نتساءل لماذا جامعة الخرطوم؟ جامعة الخرطوم هي الصرح الذي أقامه الشعب السوداني بكده وماله، وشعار جامعة الخرطوم يرتكز على 4 كلمات: الله، الحقيقة، الوطن، والإنسانية. وقد فشلت جميع الأنظمة الشمولية، خاصة النظام الشمولي نظام الإنقاذ، فشلوا في أن يسلبوا جامعة الخرطوم استقلالها. سبق ما سمي بثورة التعليم العالي التي أطلقت في عام 1991،
سعت خصيصا لكسر جامعة الخرطوم، لكنها فشلت. دور جامعة الخرطوم التاريخي حاضرا كان ذلك في مقاومة الاستعمار ثم الاستقلال، وأكتوبر 64 وأبريل 85 ثم أتت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لتكون سباقة ببيانها المفصلي في ديسمبر 2018. مبادرة جامعة الخرطوم لم ينادي بيانها فقط بسقوط النظام، وإنما وضع تفصيلا لما سيكون عليه الأمر في المرحلة الانتقالية، وهذا بأن تكون المرحلة الانتقالية 4 سنوات. هذا ما نص عليه في مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم. ولم تكتفي مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بسقوط النظام، إنما قامت بعد انتصار ثورة ديسمبر بتنظيم وقيام ورش عمل متخصصة أنتجت ملفات مفصلة سلمت لصانعي القرار، تناولت كل قضايا السودان: اقتصاد، تعليم، صحة، حكم محلي، صناعة، إلى آخر الأمر. هكذا كان عمل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، والآن هي مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم هي التي بادرت بهذا الملتقى للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي. إسقاط حكومة الإنقاذ وفر الشروط الملائمة لاجتماع السودانيين تحت سقف واحد، حتى الذين اختاروا كرها سبيل العمل المسلح والمنافي يريدون جميعهم الوصول إلى الغايات الوطنية المبتغاة. جامعة الخرطوم هي المستضيف وتسهل لمائدة الحوار في القضايا موضع النقاش، مستعينة بالخبراء الوطنيين في جامعات السودان الأخرى ومؤسسات المجتمع المتخصصة ذات المعرفة والخبرة لكي يتفقوا على آليات مع أطراف المائدة على آليات تنظيم أعمال الملتقى والمشاركة فيه وتوجيهه إلى غاياته المنشودة. جامعة الخرطوم تشجع أيضا أوسع مشاركة ممكنة بفعاليات مستقلة وموازية في قضايا المائدة المستديرة، بحيث تتحول إلى حوار مجتمعي حول قضايا الانتقال تشارك فيه الجامعات ووسائل الإعلام والمنتديات. وسأقوم رسميا بالتواصل مع الجامعات الإقليمية أو الولائية، خاصة تلك التي في مناطق النزاع، لتنظيم أنشطة مصاحبة وموافية ومفتوحة للفعاليات الشعبية التي ترغب في دعم العملية التشاورية وكل ما من شأنه تعزيز التوافق السوداني وتعزيز مساهمة مكونات المجتمع واشتراكها في أعمال الملتقى. على أن يتم الاتفاق في كيفية وضعها في الاحتبار أو تضمينها في الإطار العام للملتقى، وتناشد جامعة الخرطوم أطراف الملتقى أن تعلو روح التوافق وأن يكون الحوار في إطار المصالح العليا للوطن. فالسودان الآن في حاجة إلى ثورة علمية مكملة للثورة الشعبية،
في كل المجالات الحيوية وبالسرعة المطلوبة. نحن نسابق الزمن، نسابق الزمن، وتشمل كل مؤسسات الدولة والمجتمع لإقامة دولة سودانية حديثة تدار بطريقة علمية. نحن الآن في الألفية العشرين ولازلنا نتخلف، لا بد من مراجعة هذا الأمر. وتطلب جامعة الخرطوم أو ترجو جامعة الخرطوم من السودانيين أن يدخلوا خلال فترة الملتقى في مزاج توفيقي تسود فيه الروح الإيجابية ويدعم ثقافة الاتفاق، فنهضة الشعوب ترتكز على وحدة الأهداف والمصير. ولن تنتصر ثورة ديسمبر العظيمة إلا بفضل ذلك. إن أكثر النزاعات تعقيداً بين أبناء الوطن يمكن التعبير عنها بالوسائل السلمية والسبل القانونية التي تنسجم مع القيم الحضارية لثورة ديسمبر. لا بد لنا أن نتذكر جميعاً أن هذه الثورة العظيمة ممهورة بدماء الشهداء وآلام الجرحى وأسى المفقودين وتضحيات الشباب صمام الأمان للثورة. فأيضاً ما نقدمه لهؤلاء توافق بين الجميع يعمل لبناء الوطن. شكراً جزيلاً. الآن يتقدم الدكتور محمد عبد الله خليل مقرر مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ليتحدث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من جامعة الخرطوم أمام المكتب الميل، ذلك الصرح الشهير وذو الذكرى لكل الشعب السوداني في هذا الصباح الباكر. أرحب بالسادة أعضاء اللجنة العليا لملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي، وأرحب بالسادة الإعلاميين بمختلف جهات ومكاناتهم. واسمحوا لي أولا أن أبدأ بالترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر 2018 وأرواح كافة الشهداء في تاريخ النضال السوداني، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين، وأن يعين ربنا إن شاء الله على تحقيق وإكمال أهداف هذه الثورة المجيدة. أنا إن شاء الله سأعرض عليكم أسماء أعضاء اللجنة العليا لمائدة لملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي. بروفيسور فضل عبد الرحمن علي طه مدير جامعة الخرطوم رئيسا للجنة العليا. بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم رئيسا مناوبا لرئيس الملتقى. دكتور محمد عبد الله خليل شخصي عضوا ومقررا. بروفيسور عطا الحسن البطحاني عضوا. بروفيسور موسى آدم عبد الجليل عضوا. بروفيسور زين العابدين عبد الرحيم كرار عضوا. بروفيسور يوسف فضل حسن عضوا. دكتور منى طه أيوب عضوا. دكتور الطيب مركز علي عضوا. دكتور عبد الحميد الياس عضوا. دكتور محمد عبد السلام إزيرك عضوا. أستاذ ساندي سكودي عضوا. والأعضاء من خارج جامعة الخرطوم أن هم وافقوا على الانضمام للجنة العليا. أستاذ محجوب محمد صالح، الشيخ الياقوت الشيخ محمد،
الشيخ مطر يونس، الشيخ عبد الله أزرق طيبة، اللواء معاش محمد علي حامد، بروفيسور سليمان صالح فضيل، أستاذ عادل سمير توفيق، أستاذة ثويبة هاشم جلاد، عميد شرطة معاش مالك الحسن أبروف، ودكتور عبد الفتاح حمد آدم عنبج. صراحة يعني نحن تواصلنا معهم وعدد كبير جدا منهم ردوا رسمي، في ناس اتصلوا علينا، هم دين إن شاء الله أعضاء اللجنة العليا، وإن شاء الله إحنا الفعاليات بتاعة الملتقى هتبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم، جلسة تحضيرية تمت مخاطبة عدد كبير جدا من الأحزاب والكيانات والكيانات الشبابية ورجال المقاومة بالإضافة لحركات الكفاح المسلح والحكومة ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء، تمت تقديم دعوة رسمية لشخصه، وتمت مخاطبة مجلس السيادة الانتقالي وهم كلهم موافقوا على الانضمام لهذا الملتقى، بالإضافة إلى قوات الشعب المسلحة، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع. ونحن الآلية بتاعها تمت مخاطبتهم كلهم بصورة رسمية، في بعضهم لسه يعني ما تواصلنا معهم ما قدرنا، لكن متوقعين خلال اليوم يكتمل الاتصال، لكن أغلبهم هم يتواصلوا معنا وكونوا يعني لجانهم، وحيكون حضور إن شاء الله يوم السبت في جلسة تحضيرية. الأجندة بتاعتهم محددة جدا، هي النقاش حول أجندة والمحاور اللي حيتم عرضها وطرحها خلال الملتقى، وبالإضافة للجدول الزمني، يعني فقط الجلسة التحضيرية هي يومين إن شاء الله، كل الكيانات المدعوة يعني هتكون موجودة للاتفاق حول المحاور ومجموعة العمل. بعدها الأسبوع اللي بعده إن شاء الله ده هيكون بداية ملتقى مجموعة العمل حسب التخصصات التي تم الاتفاق عليها في جلسة تحضيرية، ودي هتكون مجموعة عمل تعمل بالتوازي. التنظيم الرئيسي لهذه مجموعة العمل، كل كيان وكل مجموعة وكل حزب هيرسل المختصين حسب مجموعة العمل، إذا كان في السلام، إذا كان العدالة الانتقالية، إذا كان التنمية الاقتصادية وغيره، هيتم إرسال المختصين لطرح كل القضايا، وإن شاء الله هيكون في لجنة بتاعت خبراء اللي هي برئاسة بروفيسور عاطل بطحاني، فيها عدد من الخبراء من داخل جامعة الخرطوم ومن خارج جامعة الخرطوم، وعدد من المختصين والمستقلين من خارج الجامعة، هم هيكونوا مشاركين في مجموعات العمل كل من حسب تخصصه. بنحاول خلال هذه المجموعات الوصول لاتفاق حول قضايا الفترة الانتقالية وما بعدها إن شاء الله. المهم في الأمر إنه كل المبادرات المطروحة الآن في الساحة إن شاء الله هيتم استعراضها ومناقشتها وعرضها حتى الناس تصل لاتفاق. جامعة الخرطوم الملتقى هي ما بتقدم يعني ما حنقدم حلول مكتوبة للناس، يعني ما حنعمل مانديت، ما حنفرض عليهم آراءنا، ما حنفرض عليهم مقترحاتنا، حنكون جزء من النقاش زينا زي الباقيين، لأنه نحن نرى إنه لازم الناس تتفق مع بعض حول هذه القضايا. نحن جامعة الخرطوم هتسهل بالأصح هتعمل فاسيليتيشن للوصول للاتفاق، وده اللي بيجعل المبادرة بتاعت جامعة الخرطوم مختلفة عن بقية المبادرات. احنا بنجمع كل المبادرات عشان يتم تداولها ونقاشها والوصول إلى الملتقى إن شاء الله. دي مقدمة حاولت يعني نشرح كيفية عمل هذا الملتقى. إن شاء الله بعد الاتفاق حيكون في يعني كل أوراق العمل حيتم رفعها لقيادات هذه الكيانات والأحزاب والحكومة لمناقشة بقية القضايا الخلافية
إذا كانت موجودة حتى يتم اعتمادها، وبعد ذلك إن شاء الله حيتم إعداد الوثيقة النهائية، ودي حتكون مفتوحة للتوقيع من كافة الكيانات. أشكركم على الحضور في هذا الصباح الباكر، ونفتح الآن الفرصة للأسئلة. دكتور ممدوح مدير إدارة الإعلام، تفضل.